وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ابتدأ رمضان وكان يوم الخميس هو اليوم الأول لصلاة التراويح. افتقدنا أن نرى جموع المصلين يتوجهون إلى المسجد الأقصى المبارك لصلاة العشاء وبعدها صلاة التراويح. افتقدنا أن نرى الحافلات تأتي إلى حينا القريب من المسجد الأقصى المبارك لتقف ونرى المصلين يتوجهون مشيا على الأقدام للصلاة في المسجد الأقصى المبارك. افتقدنا أن نرى محلات المواد التموينية في حينا تجهز بضاعتها لتستقبل أولئك المصلين الذين يريدون أن يصلوا في المسجد الأقصى المبارك فتقدم لهم ما يحتاجونه. فمنهم من يريد أن يفطر يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، منهم من يريد أن يبقى حتى صلاة التراويح في ذلك اليوم. افتقدنا أن نرى المسجد الأقصى المبارك عامرا بالمصلين ككل عام. ولست أقول أننا وحدنا من افتقدنا الكثير، بل أعلم تماما أن إخواننا من الضفة الغربية ومن قطاع غزة افتقدوا هذا اليوم كثيرا، وشعروا بحزن وشوق كثير للمسجد الأقصى المبارك وللصلاة فيه. فيوم الجمعة يوم مؤتمر إسلامي يجري كل عام. يوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان يجتمع به كل من يأتي إلى المسجد الأقصى المبارك للصلاة والعبادة والإفطار في المسجد الأقصى المبارك وصلاة التراويح. هذا اليوم افتقدناه بشكل كبير، فقد كانت مدينة القدس تعج بالمصلين القادمين من كل بقاع فلسطين ليحيوا هذا اليوم وليعمروا المدينة وليبعثوا فيها الحياة التي طالما انتظرتها بسبب الاحتلال المجرم، الاحتلال الذي ينغص علينا كل حياتنا فيفصلنا عن إخواننا ويفصل إخواننا عنا، الاحتلال الذي طالما ادعى في هذه الأيام في السنوات السابقة في مثل هذه الأيام طالما ادعى حرية العبادة والتسهيلات للمصلين، ولكننا كنا نرى بأم أعيننا الشقاء والعذاب والتنكيل الذي كان يتسبب به هذا الاحتلال، حتى نرى إخواننا الذين منهم من لم يرى المسجد الأقصى المبارك مرة في حياته، نراهم يتحملون كل هذا من أجل أن يصلوا إلى المسجد الأقصى المبارك، من أجل أن يصلوا فيه صلاة ويلتقطوا لأحدهم صورة يتباهوا بها أمام كل الناس أنهم صلوا في المسجد الأقصى المبارك. نعم، فقدنا الكثير الكثير، ولكن نقول بنيتنا وإخلاص هذه النية لله عز وجل نستطيع أن نأخذ الأجر من هذا بإذن الله عز وجل. نستطيع أن نكون كما قلت، أن يكون رمضان هذا العام أفضل رمضان يمر علينا، ولكن نحتاج إلى عمل داخل بيوتنا، نحتاج إلى عمل داخل أحيائنا، نحتاج إلى عمل فيما بيننا، حتى بإذن الله عز وجل يخرج رمضان هذا العام خير رمضان يمر علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.